طب بص يا شباب، احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت على الفريم سيستم، وقلنا الفريم سيستم ده او النظام الانشائي لما يكون شكل فريم. يبقى لو عندي مصنع، عندي اي حاجه بالشكل ده او حته عاوز اغطيها، فنبدا نستخدم الاستراكشر سيستم اللي هو الفريم اللي عندي، عباره عن عمودين بقمر وهكذا، بيتكرر كل مسافه، وبعد كده يتحط عليه من فوق، لو تفتكروا حاجه اسمها السكندري بيم، سكندري بيم، وبعد كده تعمل كفر، تغطي بتاع السقف ده من فوق وخلاص على كده. وهكذا، ده اللي احنا خدناه. قلنا انواع الفريمز ثلاثه لو تفتكروا، اللي هي قلنا اول حاجه مميزات الفريم طبعا، ان اللي هو هو سهل، بيقدر نستخدمه في المالتي ستوري بيلدينج، بيبقى مسموح ان احنا نستخدمه في الاسبانات الكبيره. يعني ايه اسبانات؟ المسافه بين العمود والعمود تبقى كبيره. الفريم نفسه بيقاوم اللاترال لود، يعني بيبقى احسن او بيستخدم كبديل للشير وول، عشان لو اي لاترال لود بيجي لها من جنب ولا حاجه، يقدر اللي هو يبقى سبورت ليها او بيتحملها. سهل في التنفيذ، الفريم ده بيبقى سهل سريع في الكونستراكشن بتاعه، يعني بتنشئه بسرعه. واخر حاجه بيبقى اقتصادي عن المنشأة الثانيه. قلنا انواع، انا براجع بس المحاضره اللي فاتت بسرعه كده. انواع الفريم قلنا في 3 انواع، اسمه 3 هنجد فريم، وفي 2 هنجد فريم، وفي فيكسد فريم. ديت اللي احنا ال3 انواع اللي عندنا خلاص. وقلنا بعد كده الفريم ده ممكن يبقى بالشكل ده هوريزونتال، يعني السقف بتاعه هوريزونتال، ده اللي لو انت هتعمله كذا دور فوق بعض. ممكن يبقى هو انكلايند فريم بالشكل ده، يبقى شكله مايل كده، بحيث هو ده يبقى دور واحد بس، ما تقدرش انت تبني فوقيه ولا تعمل اي حاجه فوقيه. قلنا الاسبانات اللي بتستخدم في الفريمز ديت، لما 3 هنج فريم الاسبان مسافه بين العمود والعمود بتوصل لغايه 15 او 24 متر، دي في التربه الضعيفه. الهنج فريم اللي هو يعني 2 هنج بس، 2 هنج بس، بيبقى الاسبان بتاعه ده بيوصل لغايه 22 متر، يبقى من 12 ماكسيموم 22 متر. والفيكسد اللي هو بيستخدم في التربه القويه، ده في التربه الرمليه، اما الفيكس في التربه القويه بتبقى من 12 ل 24 متر كثبان، اللي هي المسافه بين الاعمده. نفس الكلام ديت في الانكلاين فريم، نفس اللي اتطبق هنا هيطبق هنا كثبان، هنا لغايه 24 في التربه الضعيفه، هنا في التربه المتوسطه من 12 ل 22 متر هو الاسبان. وبعد كده اللي هي الفيكسد لغايه 24 متر. ولو تفتكروا ان المحاضره اللي فاتت الدبس بتاع الفريم ده، يعني السمك بتاعه او الدبس بتاع الكاميرا، بيبقى امبيريكال، بيبقى بيساوي الاسبان على 10 او الاسبان على 12 او الاسبان على 14 16، حسب هو 3 هنجد 2 هنجد ولا فيكسد فريم. بس طبعا ديت الانواع. حتى في الانكلاين فريم نفس الكونسبت بنستخدمها، نفس الكونسبت بالظبط بنستخدمها، الاسبان على 10، بس بناخد الاسبان مش الطول الافقي، لا الطول الحقيقي اللي على المايل بتاع الفريم ده، زي ما احنا شايفين كده، زي ما قلنا المره اللي فاتت. وقلنا بعيد نفس الكلام هنا في السلايد ديت، في تايب اوف سويل، في نوع التربه. لو كانت التربه بتاعتي ويك سويل، يعني تربه ضعيفه، يبقى بستخدم 3 هنج فريم. يبقى السؤال اللي بيجي هنا بيقول لك اختار، يعني انت من اختار التايب اوف فريمز، يعني بتستخدم اي واحد فيهم؟ انت هتقول لي طبعا حسب نوع السويل، يبقى اجابتك هتقول لي تايب اوف سويل، اما يكون ويك سويل اللي هي الكلي مثلا بيبقى بستخدم 3 هنج، لما تكون التربه بتاعتي نو سويل داتا او ساندز يبقى بستخدم الاي 3 هنج او 2 هنج فريم، ومن الاسبان بتاعها من 12 ل 22. واما اكون نو سويل او نفس الكلام اللي هي بقى ايه، الروك سويل او التربه او الرمل المكثف اللي هو مدموج كويس او مكثف في التربه، ده بيبقى فيكسد فريم. يبقى في الانواع اللي بنستخدم عندنا خلاص. ولو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا ده شكل فريم، ده قطاع فيه بيوضح الدنيا ماشيه ازاي فيها. يبقى هنا دي القاعده، قاعده عاديه، قاعده مسلحه، وبعد كده العمود اللي هو طالع بالسمك ده طالع مسلوب كده عشان ده هنج، وبعد كده دي الكاميرا بتبقى مسلوبه كده، وهنا انترميديت هنج في النص وهكذا. وقلناها بالتفصيل ده، وقلنا شكل التفصيله بتاعه اللي هي اللي في النص دي،
يعني ازاي تبقى انترميديت رينج في النص، بيبقى السمك كده جاي من سمك كبير، وبعد كده الحته دي زي ما انتم شايفينها كده تبقى ايه، يعني السمك بتاعها قليل، وبعمل فيها شوكه حديد راحه وجايه وهكذا. ودي الكونكشن اللي هي يعني العمود ده بيتثبت في التربه ازاي، بيبقى بالشكل ده، بيبقى دي القاعده العاديه والقاعده المسلحه، وده العمود، ويبقى فيه هنا زي بليت كده بيتحط فيه سيخ واحد، سيخ حديد عشان يمسك بين القاعده وبين العمود. وده الاليفيجن، وده البلان بتاع اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت وقلنا عليه. خلاص، وقعدنا نشرح بعد كده ان لو انتوا بصيتوا كده احنا بنصمم فريم واحد بس، يعني فريم ده او ده او ده او ده، واحد بس منهم، ويبقى الباقي زيه. ما انت بتصمم واحد يبقى الباقي كله زيه. الفريم ده نفسه ده في البلان متشال على العمود هنا وعمود هنا، وبعد كده في قمر سكندري ده اسمه سكندري بيم، يبقى البلاطه نفسها بتتحمل على القمر السكندري بيم، والسكندري بيم بيتشال على الفريم. اللود بيتنقل ازاي؟ الحمل بيجي من البلاطه على الكاميرا، ومن الكاميرا على الفريم. فعشان كده لما باجي اصمم الفريم ده يبقى باخده عمود وعمود وكاميرا، وعليه شويه رياكشنات اللي هو ده 2 3 4 اللي هم دول الرياكشنات اللي جايه له منين؟ من السكندري بيم. والمفروض دي مساله ستراكشر تحل، يعني بتتحل. طب انت مش هتحل، انت اسئلتك في الجزء ده هيقول لك انواع الفريم ايه؟ شكل ال امتى بستخدم 3 هنج، امتى بستخدم ده، حاجات دي هتبقى نظريه ما فيهاش حسابات يعني، بس انت لازم تبقى فاهم الكونسبت ماشي ازاي. خلاص، فالمفروض انت بتحل الفريم دوت، يعني ايه تحله؟ نتيجه الاحمال اللي عليه تجيب المومنت بتاعه والنورمال فورس المومنت، وتاخد المومنت ده المفروض بتصممه، بتاخده كده بتصممه حي التسليح، وترسم حي التسليح. طبعا احنا ما عندناش حي التسليح، يعني مش هنيه مثلا قرآن شرطي بسمع بيها خلاص. قرآن وأغاني. وليد افهم عندك يا وليد الصبح كده بس. فاحنا عندنا دلوقتي أغاني بسمع ولا أغاني القرآن؟ فاحنا دلوقتي قلنا ان احنا خلصنا كده ده الفريم. نفس الكلام ده هنعيده بقى مع مين؟ ال 200 فريم. هيبقى هنا بدل الانترميديت هنج اللي في النص تبقى الكاميرا دي كلها حته واحده. خلاص، نفس الكونسيبت بالظبط، وهتلاقي ده الاليفيجن بتاعها وده البلان بتاعها، هنصمم فريم واحد وهكذا. نفس الكلام في اما يكون السطح مايل، هيبقى هيبقى نفس الكونسيبت كده، التسليح بتاعها وهكذا. في الفيكسد هنا بقى الفيكسد القاعده العمود كله، بص الفرق بين الهنج، لما يكون هنا هنج يبقى العمود من تحت ابعاده اقل من فوق. لو بص في حاله الفيكسد العمود من تحت ابعاده زي فوق، عشان بيبقى العمود عليه مومنت فوق زي تحت زي بيساوي بعض، يعني هنا مومنت تحت فوق زي بعض وهكذا. ده شكل القطاع. واخدنا مثال على كده، اديك انا بلان واقول لك البلان دوت، وعاوز انا ارسم اختار السيستم بتاعه، وهنا في فرق منسوب، يعني منسوب هنا 6 و3، وهنا منسوب 8 و8، وهنا 6 و3، يعني سقف اعلى من السقف اهو، يعني في سقف اعلى من السقف. انت ما تيجي ترسمه اللي هو السقف ده والسقف ده، طبعا مش هنسالكم الحاجات ديت فيها، بس انا بتكلم عن ان تبقى انت عندك الكونسبت، يعني ايه الدنيا شكلها ازاي في اللوحات يعني. ودوت بلان بيوضح ان في فتحه هنا، ده بلان طبعا واحد اللي هو فين، يعني قطع هنا مثلا، قطع في الحته دي كده وبص تحت. خلاص، ده مستوى واحد، وفي مستوى تاني ما يبص كده اهو، يعني هنا في بلاطه هنا وبلاطه هنا، طب ما يبص كده هيشوف المستوى الاولاني، وفي هنا فتحه لان في النص هنا ما فيش اي حاجه فاضيه، يعني دي فاضيه كده. خلاص، نفس الكلام، وده المستوى بي اللي هو المستوى عند النقطه اللي هو بص فوق خالص من ده. خلاص، وده شكل التسليح بتاعها، ده شكل التسليح، بيقول لك يعني شكل التسليح ازاي، والكاميرا، وهنا السقف اللي فوق وهكذا. مثال مثلا تاني كان بيقول لك على حاجه زي دي، فرق منسوبين، يعني هنا فريم وهنا فريم وفرق منسوبين، يبقى شكلهم عامل كده طبيعي، وده التسليح بتاعه. خلاص، اما يكون مساحه زي دي، يعني مساحه ارض زي دي شكلها عامل كده، قلت لك حط فريمات، هتبدا انت ايه، هنا 20 وهنا 20، يعني هتحط مثلا فريم كده وبعده في فريم وبعده في فريم وبعده في فريم، ومن هنا فريم كده وفريم كده وفريم، انت بتحط فريم، والحته دي بقى يبقى هنا في فريم، هتحط هنا على عمود وهنا يسند على النقطه دي،
وهكذا. يبقى انت غطيت السقف ده كده، هو ده اللي احنا هنعمله هنا، ده الشكل اللي هو بيتعمل في الرسومات الانشائيه اللي بتنزل في الموقع، وهكذا ده السكشن بتاعها. وقلنا لو تفتكروا المحاضره اللي فاتت في فريم اللي هو الهيريكال اللي بيتعمل في حاله القاعات السليمه، في حاله مثلا قاعه المؤتمرات، الحاجات الاشكال المعماريه اللي بيبقى ليها عايزين شكل سيكونس معين فيها عشان يدي شكل جمالي، او يعني عاوزينها بشكل معين، حاجه موجوده في الطبيعه، وده شكله الايه زي البانوراما كده، وبتبقى متغطيه من فوق، وعندك الفتحات والبوست والسقف وهكذا. طبعا دي الاشكال لازم تبقى عارفها للشكل، انها مش هتسال فيها الامتحان يعني، دي ما فيهاش اسئله، لو متخيل الشكل عامل ازاي خلاص، وده التسليح بتاعها. يعني لو خدنا واحده من دي، ادي عمود، وهنا مستنده حاجه على فوق اهو، هتلاقي عامله كده، ادي عمود ومن فوق مستنده على حاجه. ساعات تانية اسمها التوتوز اللي موجوده في المصانع، بيبقى السقف مايل كده وبيتحط اللي انتم شايفينه، وساعات يسيب هنا فتحات تهويه عشان يحط شبابيك، عشان لو ده مصنع من تحت يبقى من فوق كده السقف فيه ايه؟ فيه اناره يعني. وده شكل تاني، حاجه قديمه، وده شكل، وده شكل تالت اللي احنا قلناه بتاع الاستاد، قلنا دوت يبقى ده في شكل فريم اللي انا بعلم عليه ده، ادي عمود وادي عمود عمود وادي عمود عمود خلاص، وبعد كده يطلع بالسقف كده ويعمل زي بوست هنا، ويقعد يكرر ده كل شويه. يعني بص الرجل دي هتلاقيها بتتكرر هنا، بتتكرر هنا، بتتكرر وانت ماشي، وبعد كده يصب عليها المدرجات، ويبقى ده شكل الفريم. الفريم ده بيستخدم في المصانع، في المسافات الكبيره، بيستخدم في الاستاد، في مدرجات الاستاد وهكذا. كمان منه اللي فات ده كله كان كونكريت، احنا دوت ستيل، ممكن يبقى شكله ستيل. يبقى الفريم عباره عن عمود متوصل مع كاميرا ونازل بعمود، ويقعد يتكرر تاني وتالت ورابع وخامس، ويحط عليه سكندري بيم من فوق بقى. تطلع عليه السكندري بيم من فوق كده وتربطهم مع بعض، وبعد كده يحط الصاج او يحط السقف من فوق، يبقى كده التغطيه. وهكذا. اللي انتم شايفين الاصفر ده كده دوت عباره عن كاميرا محطوطه اسمها كرين كراك جردر، دي بتتحط عشان وينش يتحرك عليها رايح جاي وهكذا. ده اللي احنا خدناه يعني، انا دي كانت مراجعه على المحاضره اللي فاتت، اللي فات ده كانت مراجعه على المحاضره اللي فاتت. دلوقتي هنتكلم في حاجه جديده اللي هو التراسيس، الجمالونات بقى. والجمالونات ديت عباره عن ايه؟ فكره الجمالونات عموما اللي هي بنحول كل البندنج مومنت الى قابلت الى نورمال فورس تنشن او كومبريشن يعني، بس دي الفكره كلها، اللي نبدا نحول البندنج مومنت بتاعي لقطاعات تشيل نورمال او فورس او نورمال فورس، لا اما تنشن لا اما كومبريشن. يعني التراس ده ما لهوش مومنت خالص، هو جاست بس ايه، قوه شد او ضغط خلاص. فبيبقى عباره عن ايه بقى؟ بيبقى عباره عن حضرتك بتجيب كده اليمنتس، يعني حته حديده زي كده، وتوصلها مع حديده ثانيه، وتوصلها مع حديده ثالثه، فيتوصلوا في نقط، النقط دي اسمها جوينت، النقط اللي انتم شايفينها اسمها خلاص، يبقى دوت نقط كده اسمها ايه؟ اسمها جوينت كده. خلاص الجوينت ديت اللي هي نقطه تقابل الاليمنت مع بعضها، بتتمسمر يعني نعملها بمسامير، يعني نحط حته بليت زي ما انتم شايفين كده ده، ونقعد نمسمر كل اليمنت يجي المسمار او نلحمه او لحماه. يعني انت لو بصيت هنا في ده هتلاقي هنا مجموعه عناصر بيتقابلوا مع بعض، بيتقابلوا مع بعض ازاي؟ بنلزقهم، بنحط بليت، والبليت ده نبدا نمسمر فيه او نلحم فيه الاليمنتس. خلاص التراس ده بيشيل سبان، يعني المسافه بين العمود والعمود بتبقى اكبر من الفريم، يعني بيشيل لغايه 40 متر و50 متر. خلاص عشان كده التراس ده بيستخدم في الكباري، بيستخدم في الاسبانات الكبيره وهكذا. خلاص فدي ميزه التراسز، يعني اللي انت ما بيبقاش عليه مومنت خالص وهكذا. معظم التراسز دي بتفضل بتبقى من الستيل، هتلاقي بره في مصر اللي سافر فيكم ولا حاجه، بتلاقي معظم الكباري هناك بتبقى من التراسز مصنوعه من الستيل، من الحديد، خرسانه بيبقى اقل منها. خلاص يبقى فكره التراس بدل ما يبقى هو كاميرا ونتيجه الاحمال اللي عليها مومنت، لا دي في حاله البيم. في حاله التراس بيبقى ايه؟ بيبقى ما بقاش كاميرا، بقى تراسز مجموعه، بيبقى كل اللي عليها نورمال فورس وشير فورس، مفيش مومنت خالص، عشان كده القطاعات بتاعتها بتبقى اقل من الكاميرات. خلاص شكلها بقى ايه؟
شكلها بيبقى في المصانع مثلا او في اي او في الكباري او في اي حاجه، بتبقى ده شكل التراس وبيتعكل شويه، يعني ده واحد وده واحد وده واحد، وبعد كده تحط فوقيه، تحط فوقيه القمر والسقف، يعني بتركبهم في بعض وتحط ايه السقف، وده الاليفيجن بتاعه. يعني لو بصيت من هنا كده هنشوف الشكل ده بيتكرر كل شويه، يبقى شكله عامل كده. يبقى ده اليمنت 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 وهكذا، واليمنت بيتوصلوا مع بعض، النقط دي اسمها جوينت جوينت، ويبقى الممبر دي او الممبرز دي او الاليمنت دي بيبقى عليها تنشن او كومبريشن، ومتشال على العمود عشان ايه؟ يبقى لو حضرتك واقف كده في وسط المصنع يبقى ده السقف بتاعك من فوق وهكذا. ده شكل تاني ممكن نعمل نقط، بتقعد بقى تغيره في الاشكال بقى، تعمل بقى هنا في فتحات من فوق، فرق منسوبين للسقف وهكذا، عشان تعمل اضاءه هنا، تعمل شبابيك، لو ده مصنع يبقى انت منور عليه من جوه عامل تهويه وهكذا. ده كان التراس. يعني اسئلتنا في التراس كلها احنا بس الغرض منها ان انت تبقى عارف هو الجزء ده بس، الفكره بتاعته ايه، هتحفظ الكلمه دي بس، ده الجزء ده بس، بقيه الحاجات دي كلها دي عشان تبقى انت عندك الكونسبت ماشي ازاي، يعني فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الارش بقى الحاجه اللي بعد كده اللي هو الارشز، اللي هي السقف بتاعنا بيبقى شكل الارش. الارش ده فيه منه نوعين، يا اما حاجه اسمها الكاميرا نفسها يبقى شكلها الارش، شكلها نفس الارش كده واخده جسم البيضه كده، او السقف نفسه كله واخد ارش، يعني السقف كله. فلو الكاميرا بس اللي واخده ارش وانت مغطيه من فوق، دي اسمها بيم ارش بيم او ارش جردر، خلاص. انما لو البلاطه كلها هي اللي شكلها شكل الارش يبقى سلاب ارش سلاب ارش سلاب، خلاص. زي هنا دي مثلا، بص دي هنا اللي هيحصل، شايف الخط ده؟ ده جردر، هي كاميرا، هي اللي الكاميرا اللي لفه وعامله ارش، كل شويه الكاميرا دي عامله ارش، وبعد كده غطاها من فوق بايه؟ بحديد. يبقى ده ارش جردر، ارش جردر ومتغطي زي هنا، شايفين ارش جردر، ادي جردر اهي وجردر اهي، وبعد كده عماله تتكرر كل شويه جردر، وبعد كده بيغطيها بالايه؟ بالقماش او السقف بتاعك اللي فوق. نفس الكلام هنا في الكوبري، ده ايه؟ ارش جردر ويطلع منه بسطات اعمده تشيل الكوبري من فوق، هنا ده ارش جردر اهو، ومنازل منه اسلاك او كيبلز كده عشان تشيل الكوبري. هنا نفس الكلام، ارش جردر وطالع منه بوست او اعمده شايله عليه وايه؟ عشان تشيل الكوبري من فوق. يبقى الارش جردر دي بردك او الارش ان جنرال حاجه بتشيل زبالات كبيره، وهي جايه من فكره البيضه، انما ان الفورس لما بتيجي على الارش ده من فوق بتتحول لقوه محوريه، يعني تمشي في سنتر لاين الارش، فبتقدر تشيل، ما بيبقاش عليها المومنت بتاعها بيبقى قليل، يبقى هي معتمده على نورمال فورس اللي بتيجي على في السنتر بتاع الكروس سكشن بتاع الارش ده، فتبقى تقدر تتحمل. دي بقى بلاطه، يعني ده بيقول لك اهو، بص ده يعني كده ارش جردر اهو وهكذا، ده اللي اسمه ارش جردر دوت، نفس الكلام ارش جردر وبيتحمل من فوق على السلاب، ويقعد بقى يشكل بقى فيه. المهم يبقى الكونسبت ماشي ازاي، ودي اشكال بتتعمل في المصانع، في بتتعمل في الاماكن اللي هي بيبقى فيها اندستريز وكده، فهي ديت اللي بتشتغل، يقعد يديك الاشكال كتيره وهكذا. ده بقى الارش سلاب، بص بقى البلاطه نفسها هي كلها ده الارش سلاب، البلاطه كلها مايله مفيش فيها قمر، يعني البلاطه كلها كانك جبت ورقه كده ولفيتها عملتها شكل الارش، خلاص. يبقى من اول التراس والارش والكلام ده، يعني يبقى اسئلته مش اسئلته في الامتحان، هي الفكره تبقى انت عارف الكونسبت بتاعت ازاي، او انت فاهم ماشيه ازاي. انه مش هيبقى علي اسئله، لو ده لو ليكم امتحان ان شاء الله حصل امتحان، يبقى ايه اسئلته ايه؟ مش هتبقى يعني مش شيء ما فيهوش اسئله يعني كتير، ما فيش الا تراس بس اللي انا اول سلايد فيها قلت لكم هتعرفوا ايه، خلاص. بعد كده الشيلز هتخش بقى لحاجه اسمها ادفانسد ستراكشر، ادفانسد ستراكشرز اللي هي بقى ايه؟ الشيلز، الدوم، الفولد بليت وهكذا، دي بردك ديفينيشنز عنها، ان الشيلز ديت دي الحاجات المعماريه بقى اللي بيعقدوا المهندس المدني بيها. يعني مثلا واحد جم عايزين يعملوا شكل المبنى على ايه؟ شكل ده كده، فتقعد تفكر الاستراكشر بتاعه يبقى ازاي؟ ما انا عامل استراكشر ازاي؟ فدي على طول بتبقى ادفانسد ستراكشر، يعني تبدا
استخدم حاجه اسمها فولدد بليتس، يعني بليت نفسه او السقف نفسه تقعد تعوجه كده وتقعد تحمله على نقط معينه كده في الارضيه، تعمل له قواعد وتبدا ايه هي ده اللي بيشيل السيستم بتاعك. ففي منها الشيلز، في منها الفولدد، في منها الدوم. الدوم ده كلنا عارفينها اللي هي قبه المسجد، والفولدد بليت دلوقتي اللي هي اهو ديت حاجه زي دي شايفين بيثبتها فين؟ بيثبتها في الارض هنا وهنا وارض هنا هنا، بصوا يطلع بيها كده اهو، وتثبيتها يتسلحها وكل حاجه. الماتيريالز اللي بتستخدم في الانواع دي كلها عندي لا اما كونكريت خرسانه، لا اما جلاس، لا اما ستيل، الجلاس اللي هو الزجاج يعني تعملها من الازاز زي ده الحاجات اللي انتم شايفينها دي، لا اما ستيل اللي هي هنا ده ستيل، لا اما جلاس اند ستيل، لا اما بلاستيك اللي هو النظام البلاستيك اللي عندي. وديت بعض الاستراكشرز او بعض البيلدينجز اللي هي موجوده في بعض المدن حوالين العالم، في ان كان من يعني في افريقيا، في نورث امريكا، في يعني في كذا حته الحاجات دي موجوده، وفي منها في مصر كمان يعني ما فيش اي مشاكل خالص. ده شكل طبعا في استراليا كان ده كوبري، وقدامه دوت المبنى اللي انتم شايفين ده كان معمول من الفولد بليتس، الاشكال اللي مرسومه دي يعني حتى من حاجه بتميز الاستراكشر ده في سيدني في استراليا، يعني حاجه مميزه هناك يعني. خلاص في الحاجه اللي هي التنس السيستم ديت اللي هي النظم، حتى الخيم، الخيمه كمان لازم ليها استراكشر، ما ينفعش واحد يحط خيمه وخلاص ويشد شويه احبال وخلاص على كده يقول لك انا هي ستيبل. يعني حتى الخيم لازم يبقى مهندس اللي ايه فاهم ماشي ازاي، يعني عامل انت الاستراكشر سيستم بتاعها، يعني عامل احبال في حتت معينه عشان تبدا تشد بتاع عشان ما تقعش. خلاص هو بيبقى منبر التنت زيت، بيبقى هو منبر رفيع جدا وفليكسبل، السطح بتاعه فليكسبل زي القماش ده اللي هو بيتغطى بيه. فتبدا انت حضرتك تقعد تشد، تعمل اعمده اللي انت شايفها دي، وتبدا تشد منها وايرز او كيبلز، وهي اللي تبدا عند كذا نقطه عشان تشيل ترفع دي لفوق. خلاص والقماشه دي او التنت ديت متثبته من تحت برضك بايه، بخيوط عموديه او طوليه كده ماسكه في العمود. يبقى هو السيستم او المين اليمنتس هنا اللي شايل البتاع ده هي الكولمز دي، الاعمده دي. خلاص ودي حتى انواع ثانيه من التنتس ديت موجوده في جده وموجوده في كذا حته، فمعظمها في السعوديه الحاجات ديت يعني. بص الخيمه دي مساحه كبيره جدا، بص معموله زي ليها ستراكشر سيستم، مش اي حاجه ممكن تقع يعني مع شويه هواء توقع الحاجات دي. فلا انما احنا المهندس الشاطر اللي فاهم بيبدا يصمم الحاجه دي ويجيب الاستراكشر بتاعها وينفذها بشكل احترافي يعني. ودي اشكال ثانيه زي في مسجد المدينه، وفي بعض المنشآت، وده في موجوده في استراليا، ويعني في كذا حته في العالم هتبص تلاقي الاستراكشر دي كلها استخدمت بشكل هندسي صحيح وبفكر انشائي، بحيث يبدا ياخد الاحمال اللي موجوده ديت وينقلها للسويل بطريقه امنه. دي اشكال ثانيه، وده شكل بيقول لك يعني شكل الكونكشن اللي موجوده ديت بتاعه المظلات دي عامله ازاي. وفي برضك شكل اللي هو الكيبلز، يعني بيبقى شكل كده عمود وطالع منه كيبل زي الكباري المعلقه كده يعني، اهي اللي هي الكباري المعلقه. الفكره دي الفكره اللي موجوده في رود الفرج، بيبقى في عمود طالع وعاوز تشيل البلاطه دي، فبتنزل منه السلوك كده كيبلز من الناحيه دي والناحيه دي تشيل البلاطه وهكذا. زي دي برضك خلاص، ده الكوبري المعلق وهكذا. في طبعا حاجات تانية اسمها الهاي رايز بيلدينج، وديت المفروض المنشآت العالية. طبعا احنا كنا دي عليها مسألة، بس احنا مش هنحاول نخش فيها عشان دي هتبقى محتاجة محاضرة ولا محاضرين تانيين، بس ديت يعني هتبقى ايه ممكن تتغطى في ان شاء الله في الكورس اللي جاي اما تاخدوه في الترم اللي جاي ان شاء الله. بس انا هديلكوا بشكل سريع كده ان الهاي رايز بيلدينج المنشآت المتعددة الأدوار ديت مشكلتها الرئيسية في اللاترال لود، لما يجي ويند، اللاترال لود يعني الويند أو الزلازل لما بتيجي عليها، طبعًا أنت إيه؟ ما بتبقاش عارف هتصممها إزاي يعني. خلاص؟ فأنت لو بصيت مشكلة الهاي رايز بيلدينج أو المنشآت المرتفعة أوي دي، هي مش مشكلتها في الإيه؟ في الأحمال الديد لود واللايف لود الناس اللي عايشة فيها، لا، مشكلتها
في الاحمال الجانبيه اللي هي اللاترال لود اللي جايه لها من الرياح او جايه لها من الزلازل. فعشان كده انواع اللاترال لود الاحمال الجانبيه في نوعين، حاجه اسمها ويند لود احمال الرياح، وفي حاجه اسمها ايرث كويك اللي هي حمل الزلزال اللي بيجي عليها. طب ازاي نحل بقى المنشأ ده مانيوال عشان نجيب المومنت بتاعه ونصممه؟ في طريقه اسمها طريقه اللي هي بورترال فريم ميثود ايه. يعني الطريقه دي اللي بنستخدمها عشان نجيب المومنت على الفريم ده. فلو احنا خدنا مثلا المبنى ده وهو عباره عن اعمده وكمرات، لو احنا تخيلنا هم دورين بس وجاي لنا لاترال لود، يعني ده مبنى جاي له لاترال لود فوق خالص ب 24 وهنا ب 12 وارتفاع الدور 4 متر و4 متر والاسبانات 8 متر. خلاص؟ نتيجه اللاترال لود ديت، نتيجه اللاترال لود بعتبر انا في النص دايما النقطه في نص الكمر ونص العمود ده انترميديت هنج، بعتبرهم انترميديت هنج. يعني ايه المومنت عندها بصفر؟ خلاص؟ اي انترميديت هنج حضرتك تقدر تفصل عنده، يعني تقطع عنده كده وتاخد المنشأ ده لوحده كده لفوق اهو اللي احنا هنعمله هنا ده الفريم اهو، بتاخد المنشأ ده الجزء اللي فوق دوت عند الانترميديت هنج، وتاخد الجزء ده كده كله وتنزله هنا. ال 24 هتحطها هنا، وكل نقطة أنت فصلتها دي هتحط مكانها دي اف 1 ودي اف 1 والعمود اللي في النص 2 اف 1. اشمعنى 2؟ لان العمود ده بس شايل نص السنتر لاين، لا شايل من ناحيه واحده، والعمود ده شايل من ناحيه واحده، اما العمود اللي في النص شايل يمين وشايل شمال. فاقول بعد كده ايه؟ سميشن اف اكس بيساوي صفر، يعني ال 24 ده عمال تزق ده لهنا، فلازم النقط ديت هي بتقاوم. يبقى اف 1 2 اف 1 واف 1 يعني 4 اف 1 بيساوي ال 24. يبقى إيه القوه اللي في العمود دي نتيجه ال 24؟ هتطلع بست، ودي هتطلع ب 12، ودي هتطلع بست اهو. خلاص؟ نفس اللي عملناه ده هنعمله في الدور اللي تحت. هناخد كل الاستراكشر اللي فوق ده وننزله هنا. وهنقول ده اف 2 وده 2 اف 2 وده اف 2، اقول سمشن اف اكس بيساوي صفر، يبقى ال 24 زائد ال 12 بيساوي ده زائد ده زائد ده، يبقى اف 2 هتطلع بكام؟ ب 9. يبقى انت جبت الايه؟ في الدور اللي فوق ده جبت كام؟ وفي الدور اللي تحت ده جبت كام؟ يبقى جبت الفورس في كل دور كام؟ يعني 6 وهنا 6 وهنا 12 وهنا 9 و18 ب 9. وطبعا دول بيبقوا زي بعض عشان في اتزان، ودول زي بعض في اتزان، ودول زي بعض في اتزان، ودول زي بعض اتزان، وهكذا. يبقى انت جبت الاتزان، وده شكل الايه؟ المومنت. بعد كده عاوز لو قلت لك احسب المومنت هنا، يبقى انت بتضرب قوه في مسافه 6 في المسافه دي، هنا 12 في المسافه دي، هنا 6 في المسافه دي، وهكذا، بحيث انت تعرف تجيب المومنت على كل عمود. بس احنا طبعا ايه زي ما قلت لكم كده ديت تبقى جزء كده، تبقى انت فاهم مساله الاستراكشر يا دكتور، صح كده؟ ها؟ دي مساله الاستراكشر اصلا. زي استراكشر، بس تجيب ازاي تجيب الهاي رايز بيلدنج على المنشأ يعني. طبعا في تانية حاجه تانية، طريقه تانية، بس دي زي ما قلت لك كده. المنشا بتاعي اللي انت شايفه ده، في معظم الناس وهم بيصمموا بيحط الاعمده ويحط الكور بدون وعي، يعني بيحطها بدون، يعني بيبقى مهندس مش شاطر يعني. ليه؟ ده بلان لمبنى مثلا ولا حاجه، والبلان ده لو جه هنا حمل زلزال ويندز، لو جه هنا ويند لود، بيجي في نص السنتر ده. فلو خدت بالك هنا الويند ما جاي من الجنب ده كده، النص ناحيه اللي فوق ده متماثل زي اللي تحت، صح؟ فسنتر لاين الويند او مركز ثقه للرياح او اللود ده بيجي في النص بالظبط، وفي سيمتريه فوق زي تحت. فهنا المبنى ده ما بيحصلوش دوران، يعني بيجي في نص الايه؟ حاجه اسمها سنتر اوف ريجيديتي بيساوي سنتر اوف جرافيتي، يعني بيجي في نص المسافه على طول، ما بيحصلش دوران. انما بص بقى هنا، لو الويند جه من هنا هتبص الناحيه دي مش متماثله، يبقى السي جي بتاع الشكل ده بتاع المقاومه بتاعت مش متماثل، فبيحصل في مسافه بين مركز ثقل اللود وبين مركز ثقل المساحات اللي بتقاوم، فبيحصل دوران روتيشن. فالمبنى ده المصمم ما بيصمموش اللي هو عليه روتيشن، فممكن بيحصل كراكس شروخ يعني وينهار بعد فتره، فدي مشكله كبيره.
خلاص. فده بس كان كونسبت بيعرفك ايه الفرق بين الاثنين بس. ففي حد عنده اسئله كده؟ طبعا مش هنقود احنا في المسائل دي لان دي مسائل ما فيش وقت ليكم اولا، والحاجه الثانيه يعني مش احنا كان الغرض بس من الموضوع اللي انت الاحمال ماشيه ازاي والاستراكشر سيستم بتاع كل اليمنتس او كل منشا بيتكون من ايه، والحمل بيتنقل من البلاطه وبينزل فين بس. وطبعا كان في جزء عندنا اللي هو الاكويبمنتس اللي هي المعدات اللي بتستخدم، وده اللي كان الدكتور احمد يعني تكرم واداه لكم في موضوع المعدات، مش هنعيده تاني ازاي تحسب بالذات اللي هي موضوع محطات الخلط المركزي البامب ستيشنز وهكذا، كونكريت بامب ستيشنز وهكذا يعني. خلاص احنا برضه كنا خدنا يا دكتور احنا لما حضرنا الموضوع بتاع الاكويبمنت مع دكتور احمد، كان الموضوع في اغلبه يعني كان بيتكلم من وجهه نظر اداره مشروعات، لو ولا ايه راي حضرتك يعني؟ ما هو الجزء ده كان اداره مشروعات، عشان كده الدكتور احمد قال لي انا محتاج يعني ممكن لو يعني استاذيني اللي هو عشان هو قريب من اداره مشروعات قوي، فقال لي انا ممكن اقول، قلت له ما فيش مشاكل يعني. يعني انا قصدي اقول يعني هو مش بيتشرح مثلا، ممكن يكون يعني خد الجزئيه دي دكتور احمد بس بيشرحه من وجهه نظر اداره مشروعات في وجهه نظر هي ده يعني. هو دكتور احمد يعني قالها لكم بتفاصيل يعني جميله، وجاب لكم كل ازاي تحسب زي ما انتم شفتوا كده الزمن بتاع المرحله وبتحسبه بالسنتي وملي. انا ده كان نفس اللي كنا هنقوله برضه لو كان حضرتك انت اللي اشتغلته معانا. نفس الكلام اللي كان الدكتور احمد هيقوله كنت انا هقوله بنفس الصيغه من لغه من 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 ناحيه اداره المشروعات. عشان كده انا فضلت الدكتور احمد يقوله عشان كان هيديكم معلومات زي ما هديها لكم كده، معلومات قيمه يعني. تمام يا شباب. فطبعا احنا يعني هعمل محاضره بقى ريفيجن اما يبقى يحددوا لو في امتحان ولا ما فيش، نعمل محاضره كده ريفيجن قبلها عشان نبقى عارفين الامتحان هيبقى ماشي ازاي والكلام ده كله ان شاء الله. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور، احنا مش ممكن نعرف يعني طريقه الامتحان ازاي من دلوقتي على اساس ان الواحد لو يعني نبقى عارفين ازاي هنمشي؟ هو الامتحان عاده هيبقى هتفتحي السلايدز كده يا دكتوره نرمين من يعني السلايدز بتاعتي كلها على سبيل المثال هجيبها لك. يعني هقول لك بالظبط هبقلب معاكم بس كده، هجيب لكم الاول عشان اقول لكم ايه يعني الحاجات تبقى في الامتحان، يبقى نظري ومسألة واحدة بس ولا حاجة أو مسألتين. يعني أول حاجة إيه هو تعريف الاستراكشر سيستم؟ ده سؤال. تعريف الاستراكشر سيستم سؤال. خلاص؟ أنت طبعًا تعريف الاستراكشر سيستم هتقول لي بقى، هتقول لي هو ده هو السيستم اللي بيبقى بيفكر فيه إزاي الحمل بيتنقل الممبرز ديت للفاونديشن ويكون ستيبل ويكون عنده ديورابيلتي بتاعته عاليه. خلاص هقول لك ايه هو تايب اوف بيلدينج ستراكشر سيستم، هتقولي لي واحد وول بيرنج سيستم واللي هو النظم الانشائيه اللي هي البيم كولمز، يعني تقولي واحد اثنين بالشكل ده يعني. خلاص هتقولي لي واحد وول بيرنج سيستم، اثنين السكيلتال ستراكشر سيستم، ثلاثه شيل اليمنتس او شيل سيستمز. خلاص وهتقولي لي السكيلتال ستراكشر سيستم ده بيتكون من بيمز كولمز اند سلاب، رقم واحد اثنين فريمز ثلاثه، يعني بترتيب واحد نقط كده يعني. تمام. اقول لك مثلا انواع اللودز، انواع الاحمال، يعني هيبقى كل انا وانا بحط الامتحان هفتح السلايد دي واحط عناوين. تمام. بس انواع الاحمال هتقولي ديد لود لايف لود وهكذا. هقول لك بقى في حاله البيرنج وول مثلا، البيرنج وول دوت ازاي الحمل بيتنقل، هترسم الرسمه دي، اقول لك اعملي سكتش، هترسم الرسمه دي الحمل بيتنقل من البلاطه على الحيطه والحيطه على الفاونديشن، بترسمي لي الرسمه دي. مميزات وعيوب حوائط الحمله، هو دوت اللي انا كاتبهم بالعربي اهو، دي مميزات ودي عيوب. تمام حضرتك. دي الاسئله يعني. تمام. هقول لك ايه هو تايب اوف لود بيرنج اللي هو البيرنج وول، 1 2 3 4 5. خلاص بعد كده تمام. هقول لك
الكولمز ايه هو ده سؤال بحب اجيبه اللي هو ايه هي تايب اوف كولمز ان بيلدينج ستراكشر بيزد اون شيب بيزد اون شيب يبقى تقولي واحد ريكتانجولر اور سكوير كولمز وده وترسمي السكشنز بتاعته وتكتبي كلمتين على الحاجات دي اللي هو الابعاد ما تقلش عن 25 اقل بعد وهكذا والمساحه بتاع يعني بقدر الامكان جمله ولا جملتين من دول مع الرسم تمام اللي هو سيركولار كولمز والرسمه بتاعته وبعد كده ال شيب كولمز ال شيب ده بيستخدم في الركن بتاع العمود اللي احنا قلناه ركن المبنى وال كولمز بيستخدم في الكباري تكتبي ترسمي الرسمه بتاعته ويستخدم في الكونستراكشن اوف بريدجز وفي حاجه اسمها الكومبوزيت كولمز ده كله تبع ايه ايه هي انواع يعني بص رقم 5 اهو بيزد اون شيب يعني وترسمي تقولي اللي هو الكومبوزيت كولمز دي وترسمه قطاع مثلا يعني ايه خرسانه وجواها حديد والشيب اوف ستيل بيمز اللي هو ايه كله ستيل يعني سؤال تاني ده مش سؤال اللي هو ايه ازاي نحسب اللودز على الاعمده ده اديتكم مثال على الموضوع ده شرحت لكم مثال اللي هو زي ده كده بجيب ازاي تجيب الحمل على العمود قلنا ناخد من السنتر لاين للسنتر لاين داير ما يدور يبقى شايل ايه شايل وزنه شايل البلاطه شايل الحيطه شايل الول وده عملنا عليها مساله بالتفصيل اهي وحليناها مع بعض وفي الريفيجن ممكن لو ما فهمتوهاش ابقى احلها لكم في الريفيجن قبل الامتحان يا شباب تمام حضرتك بس وبعد كده ده سؤال مهم ايه هي الاماكن اللي بختارها على اساسها او بنحط الاعمده يبقى بنحطها عند اركان السلالم عند حدود المبنى عند تقاطع الكمرات يفضل عند اركان الغرف دي الاماكن يعني سؤال بيقول لك ايه هي الاماكن اللي بيفضل احط فيها الاعمده هتقولي 1 2 3 4 اللي انا كاتبهم دول تمام سؤال تاني ايه هي الريكومنديشنز اللي هي الملحوظات او التوصيات عند وضع الاعمده هقول واحد مكان الاعمده لا يتعارض مع المعماري يفضل وضع الاعمده يتم توزيع الاعمده على اتجاهين والخمس حاجات اللي مكتوبين دول خلاص الامتحان هيبقى بيبقى دايما انجليزي بس انجليزي بتاعه خفيف يعني ايه هقول لك هنا ده الريكومنديشنز التوصيات اللي احنا بنحط فيها الاعمده هنا يقول لك الاماكن بتاعت البليسز اوف ايه اوف كولمز وهكذا سؤال تاني ايه هي يعني حضرتك الاجابه بالعربي حضرتك ولا يعني ممكن جواب عربي عربي زي اللي انت تحفظيه تكتبي طيب يعني انت تحفظيه في السلايد تكتبي زيه تمام ايه هي المين تمام حضرتك مين ان بيلدينج ستراكشرز ايه هي استخدامات البيمز في المنشات الخرسانيه واحد بستخدمها عشان تشيل الحيطه اللي فوقيها اهي اتنين بستخدمها فوق الشبابيك عشان الحيطه اللي فوق الشباك دي ما تقعش اسمها لينتل اللي هي العتبه بنسميها عتبه كده نحطها فوق الشبابيك او فوق البيبان بستخدمها عشان اقسم البلاطه البلاطه لو كبيره قوي ممكن يحصل لها ديفليكشن فبحطها في النص عشان اقسمها بستخدم الكاميرات عشان اقلل الباكلينج في الاعمده طب ايه هي انواع البيمز واحد في كاميرا ساقطه كاميرا مقلوبه كاميرا مدفونه اهي كاميرا ساقطه مقلوبه مدفونه بالرسومات الثلاثه اللي فوق دول بالرسم يا دكتور مش كده ايه تمام. بالرسم الكاميرا يعني بالرسم. يعني احاول معظم الديفينيشنز ديت لو اقدر استخدم لها رسم يبقى افضل يعني طبعا يعني خد بالكم يعني دي الاسئله اللي بجيبها يعني انتوا كده يعتبر معاكم الامتحان يعني خلاص تمام يا دكتور بس في رينفورس كونكريت ستراكشر انواع البيمز في عندي كاميرا رئيسي وكاميرا ثانوي يبقى كاميرا رئيسيه دي رئيسيه ودي ثانويه دي طبعا الثانوي راكب فوق الرئيسي يعني الرئيسي هو اللي شايل يقول لك ايه بعد كده المين كونسيدريشن فور سيلكتنج ذا لوكيشن اوف بيم قلنا يبقى ما ينفعش الكاميرا تبقى متشاله على كاميرا متشاله على كاميرا متشاله وتيجي في الاخر متشاله على الكاميرا الاساسيه يعني في الكم ما يبقاش في لوب كده في الكاميرات يعني ديت لوبينج يعني ما تبقاش عارف مين اللي شايل مين ما ينفعش يبقى في كمر في النص يعني كمر فوق عامله كانتريفر في نص البيت كده لازم ايه كمر تبقى مستمره يعني دي هي المين كونسيدريشن اوف سيلكتنج ذا لوكيشن اوف رينفورس كونكريت بيمز
دول تقعد تكتب الحاجات دي بقى. دي بقى توزيع الاحمال، مسائل ازاي تجيب لود، يعني مش هنجيب مسائل زي دي، ممكن نجيب ايه بس ايه النظري بتاعها. بعد كده انواع السلاب، هتقولي بقى ايه الانواع السلاب، سوليد سلاب، هولو بلوك، ده اسئله نظري. طيب وفي سلاب؟ تمام. السوليد سلاب اقول لك اعملي مقارنه بين السلاب مع بعضها من حيث الاسبان، الاسبانات، هتعملي الجدول ده. تمام. يعني سوليد سلاب بستخدمها المسافه بين العمود من 4.5 ل 5، الهولو بلوك من 7 ل 8، ودي المساحه. يعني هتعملي المقارنه بين كل انواع السلاب من حيث الاسبان والايه والاريا بالظبط. دي طبعا انواع السوليد سلاب، في 1 واي وفي 2 واي. 1 واي يعني الحمل كله ماشي في اتجاه واحد، 2 واي يعني الحمل ماشي في اتجاهين، والكانتليفر ده يعتبر 1 واي. طبعا ده مش هيبقى عليه اسئله، اللودز ده كل ده يبقى كان تعريف بس ليكوا، والتسليح مش هيبقى فيه. يعني كل ده ملوش لازمه، ده ليكوا بس. الهولو بلوك بقى ايه مميزات وعيوب الهولو بلوك؟ ادي مميزات والعيوب وهكذا، ده الادفانتجز بتاعتها. ملهاش عيوب كتير خلاص، ودي كلها كان شرح بس ليكم، كل ده كان شرح. فلات سلاب ده سؤال مهم، اللي هي البينيفيتس اوف يوزنج ذا فلات سلاب كونستراكشن ميثود، ليه بستخدم او المميزات استخدام طريقه فلات سلاب. واحد هتقولي واحد اللي هي عندها فليكسيبيليتي ان روم لاي اوت، saving in building height, shorter in construction time. وبعد كده easy of installation of flat slabs. بعد كده بنستخدمها طبعا بيبقى اللي هي الموضوع الويلدد مش ديت اللي هي الشبك يعني. طب ايه هي سؤال تاني، ايه هو type of slab construction؟ في slab simple flat slab، flat slab with drop panel with column head with دروب بانل اند كولم، دي اللي احنا قلنا عليها تبقى ايه، يعني البلاطه متشاله على العمود على طول من غير، زي ما انتم شايفين كده الدروب بانل، البلاطه بحط فوق العمود زي تاك كده يعني حته زياده عشان البانشنج ما يخترقش، او ممكن احط كولم هيد، او ممكن احط الدروب بانل والكولم هيد مع بعض، دي الانواع يعني. ايه هي الكونسبت بتاع اللود ترانسفير؟ واحد حدوث، بصمم عشان ببقى واخد بالي ما يحصلش، ما يبقاش فيه انحناء في البلاطه. اثنين عشان ما يحصلش بانشنج في الشير، الواحد اثنين يعني. ده كله شرح سؤال تاني مهم، المارجن بيم، اقول لك ما ايه فوائد المارجن بيم، هتقول لي واحد اثنين ثلاثه، كل ده شرح، كل ده شرح اهوت، يعني مش نظام امتحان، كل ده شرح. البانل بيم امتى بتستخدم البانل بيم؟ هتقول لي بتستخدم لما يكون مساحه من 80 الى 150 متر مسطح وهكذا. والفريم هقول لك الفريم ايه هي الادفانتجز بتاعته، ده السؤال الوحيد اللي هيجي في الفريم، وانواع الفريم ايه، انواع الفريم وامتى بستخدم الفريم دوت، اللي هي لما يكون تربه ضعيفه، تربه قويه وهكذا. وكل دوت يعني مش هيبقى معانا، ده للشرح ليكم وهكذا. وبعد كده هنخش على التراس اللي لسه شارحينه دلوقتي. التراس ده قلنا هيبقى الصفحه دي بس اللي انت هتذاكرها، يعني تعتمد فكره التراس على تحويل المومنت الى تنشن نورمال فورس وكمبريشن نورمال فورس بس. كل اللي بعد كده ده كان شرح ليك انت بقى، يعني ايه يعني تبقى انت يعني تبقى عارف الستراكشرز بيلدنج اللي موجوده ممكن تستخدم لغايه طبعا ده المسائل الهاي رايز بيلدنج قلناها وهكذا، اللي احنا قلناه يا شباب كله. تمام كده؟ تمام حضرتك. بس ده هيبقى نظام ان شاء الله الامتحان. ربنا يبارك في حضرتك، احنا بنمتحن كتير. وبعدين احنا غرضنا دكتور، يا دكتور انتوا يعني انتوا يعني انا ببشركم من دلوقتي وان شاء الله ناجحين، يعني ما فيش مشاكل فيها، بس ف انتوا اهم حاجه شد حيلكم في الباقي يعني. ربنا يبارك لك يا دكتور، ربنا يبارك، ربنا يبشرك بالخير يا دكتور.
هو كده كده يا دكتور برضه انا ملاحظ هي الماده دي مجرد لسه انترودكشن لموضوع الاستراكشر كله مش الماده ايه؟ زي انترودكشن لموضوع الاستراكشر كله يعني مجرد تعريفات هي بيديك اللي هي ايه هي الاستراكشر سيستم اللي موجود والايكويبمنتس الموجوده والحاجات اللي ايه؟ اللي انت بعد كده هتبقى الحاجات دي كلها هتصممها هتخش عليها بقى في الخرسانه في الكونكريت وتاخدها ان ديتيلز وتبدا تصمم الحاجات دي بقى بشكل احترافي اكتر يعني. تمام يا دكتور. ان شاء الله ربنا خلاص بالتوفيق ان شاء الله ويبقى احنا كده خلصنا المنهج وان شاء الله ايه يعني قبل الامتحان لو اتحدد امتحان ليكم ممكن يبقى نعمل ريفيجن مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك لحضرتك. يلا بالتوفيق. يا دكتور. ايوه. مهندس حمدي في البلد بس الشبكة عنده ضعيفة وما عرفش يدخل. مفيش مشاكل. مفيش حمدي مشاكل. فولي ما عرفش يدخل بس الشبكة عنده ضعيفة في البلد. مفيش مشاكل وكده كده انا هبعت لكم الفيديو ويسمعوا يعني ان شاء الله. شاكرين جدا لحضرتك يا دكتور احمد. بالتوفيق يا دكتورة نرمين ربنا يخليك بالتوفيق يا شباب. شكرا لك يا دكتور. شكرا يا دكتور احمد. مع الف سلامة يا شباب بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة.